Je veux bâtir une ville dans ce lieu-là, et dont le nom sera Heliopolis, la ville du soleil. بدأ البارون أمبان رجل الصناعة البلجيكي في تحقيق حلمه واشترى 6000 فدان. بدأ المهندس العبقري إرنست جسبار ومعاه جيش من المهندسين في بناء البيوت والمحلات على طراز أوروبي ممزوج بجمال العمارة الإسلامية، وكان أول مبنى يتبني فندق هليوبوليس بالاس، واللي النهاردة بقى مقر لرئاسة الجمهورية، واتبنت مجموعة من أشهر المباني زي هليوبوليس هاوس اللي فيه مقهى جروبي، ومن أشهرهم الفيلا الهندوسية المشهورة بقصر البارون أومبان. لكن بناء مدينة في منطقة صحراوية كان سبب سخرية ناس كتير، لكن مع وجود 3 خطوط للترماي تربط بين القاهرة بهليوبوليس سهل للناس الوصول للقاهرة الجديدة. بدأت المدينة الجديدة تكبر مع وجود تسهيلات في الدفع ومنح امتيازات مجانية للجوامع والكنائس والمدارس والمنشآت الرياضية زي مضمار سباق الخيل. في عام 1923 بدأ البارون أومبان بناء مطار جوي بالقرب من المدينة علشان يجذب العالم لمدينة الشمس هليوبوليس ويحقق لها شهرة عالمية. وبعد مرور أكتر من 100 سنة على حلم البارون أومبان لسه عايشة الفكرة مصر الجديدة.